متابعينا متابعين اليوم السابع في كل مكان، نرحب بيكم في لايف جديد من محافظة الشرقية. النهاردة هنقدم لكم نموذج لست مكافحة طول عمرها. الست أم محمد من عمر 15 سنة وهي بتشتغل وبتكافح على صينية البطاطس والأرنبيط، بتبيع للناس في المكان ده من 45 سنة. عشان في البداية عشان تساعد والدها وربت اخواتها، وبعد كده عشان تساعد جوزها وتربي اولادها. نموذج جميل من السيدات المكافحة والسيدات، يعني ستات مصر الجدعان، الست اللي بألف راجل. احنا يعني هنتعرف على قصتها اكتر منها ونعرف حكايتها. احنا برحب بيك يا حاجة ام محمد على اليوم السابع. مرحبا بيك يا حبيبتي، ربنا يبارك، ربنا يعزك يا رب. مرحبا يا حبيبتي بيك، ربنا يحفظك. عندي 57. بقى لي بتاع 40 سنة أو أكتر. ما شاء الله، يعني بتعملي بطاطس وأرنبيط وبيض مسلوق، بعمل جبنة قديمة وجبنة بيضة، الحمد لله. باجي من الساعة 6:30 كده. والله كان ابويا فلاح وغلبان. كنت بساعد. لا انا تاني واحد. انا 5 بنات و3 صبيان. ما شاء الله. انت اللي كنت بتساعدي بقى. الحمد لله. الحمد لله والله. قعدت 20 سنة متجوزة 19 سنة. متجوزة وانا عندي 19 سنة. اهي دقة. بس انت جيت وانا مخلصة حاجة. معلش، ما احنا جينا متأخر عشان نعرف نصور معاكي. لا. انت ما شاء الله يعني معروفة هنا في المنطقة والزبائن. لا والله. الحمد لله. والله. بالطوابير هنا، فاحنا جينا متأخر عشان نعرف نصور معاكي. ماشي يا حبيبتي، يا مرحبا. انت ولادك قد ايه دلوقتي؟ انا معايا ميرفت كام سنة يا محمد؟ 37. ومحمد 36. معايا 7 احفاد. ما شاء الله، علمتيهم كلهم؟ لسه في التعليم صغيرين. اول واحد. ولادك علمتيهم؟ بنت معاها كلية ازهر. ومحمد دبلوم صنايع. طب وانت لما يعني بتشتغلي وربنا كرمك بالجواز، الشغل برضه بعد الجواز؟ والله. ما هو غلبان زي حالاتي كده. الحمد لله. دي هتكون سند ليا. الحمد لله. الحمد لله. وانتوا يعني قعدت 45 سنة تساعديني. والله. ولغاية دلوقتي اهو. لغاية دلوقتي اهو شغالة اهو. الحمد لله. يديك الصحة. والله ما بزود حاجة زي ما انا اهو. والله زي ما انا يعني حد لما مثلا اسعارهم بترفع برضه طبعا. والله هو الطبق. والله ربنا يوسع يا رب يخليك. الحاجات اللي بتحضريها امتى؟ بالليل. من بالليل. بتحضري الحاجه بتاعتك؟ بتيجي هنا من الفجر؟ انت هنا في منطقه المنتزه يعني؟ لا انا من الحناوي. في محلات كتير ومطاعم كتير. انت بقى بتنافسيهم يعني؟ لا والله الارزاق. كل زمان زي العدس. ناس بتحب كلها. الحمد لله. طيب انا كنت عايزه اسالك يعني الخلطات بتاعتك بقى، السر بتاع الخلطه بتاعتك. والنبي بتاع ربنا بعملها بالخلاط كده، بضربها بالخلاط، بحط عليها ليمون، بحط عليها ثوم، بحط عليها خل، وبعملها وجميله طعمها زي العسل. ربنا يوسع عليك.
يا رب. طيب يعني انت كنت بتشتغلي وانت طبعا بتربي العيال، ازاي بتوفقي بين تربيه العيال؟ اه انت قاعده هنا الساعه 5 المغرب. بعمل شغل بالليل وانا قاعده، وامبارح كنت بغسل بالليل وبمسح بالليل، كل حاجه بالليل. اه الحمد لله. والله اهو محمد معايا اهو، ومرفت كانت معايا بس اتجوزت، معاها 3 عيال. لا والله. والله والله الحمد لله، ربنا يشفيه ويعافيه. لا ده هو ليه بتاع 7-8 شهور بس، سنه. بس هو عيان. لما بيساعدنا ده غلبان، ما بيعملش حاجه. ربنا يشفيه يعفي يا رب يا رب يا رب. طيب انت نفسك في اي حاجه؟ والله ما نفسي في حاجه، الستر من الله. مستوره اهي الحمد لله. ما انا حجيت الحمد لله، عاوز ايه تاني؟ الحمد لله الحمد لله. طب ورينا القرنبيط بتاعك بقى بتعمليه ازاي؟ اهو اعمل لك، اجيب لك هنا اهي خلطته اهو، خلطه بعمل الاول الفلفل والكمون، وبعدين احط الخضره، وبعدين احط البيض، وبعدين احط الدقيق. تمام. اهو اخواتك يعني دلوقتي ما شاء الله كلهم كبروا، كلهم اتجوزتهم كلهم، حافظين بقى الجميل اللي انت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا من المنوفيه مش من هنا، انا من اشمون جريس محافظه المنوفيه. طب جيتي هنا ازاي؟ انا متجوزه هنا، جوزي كان شغال هناك واتجوزت. يعني جوزك شافك هناك؟ انت برضه بتشتغلي نفس الشغل؟ يعني انت كنت من المنوفيه بنفس الشغل بنفس العده بتاعتك. ربنا يديك الصحه يا حبيبتي. يديك الصحه يا رب. ربنا يكرمك. احنا معانا يعني اولادك كده والناس هنا اللي بيحبوكي، عايزين نتكلم معاهم برضه. اهو محمد ابو عال، انا والدي والدتي، وانا اتشرف ان هي تبقى والدتي طبعا. دي ست مكافحه من مليون راجل، تمام، وفي نفس الوقت هي اللي ساندانا في اي حاجه، وساند اخواتها، وساند يعني اقول لك ايه، ما فيش حد بيقول لها حاجه ما بتقولوش لا. ربنا يديها الصحه والعافيه. الله يكفحها. هي يعتبر الاب والام في نفس الوقت، يعني ابويا ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، بس هي يعتبر هي سندنا في الدنيا وفي الحياه. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. بس المفروض عليكي مواقف صعبه زي كده، مثلا هي بتعرف ازاي المواقف الصعبه معاكي؟ ومواقف صعبه تلاقيها راجل، اسالي اي حد كده اقول لك دي مش واحده ست، دي راجل فعلا. ما شاء الله، ربنا يبارك لك. الله يعزك يا رب. مع الاحفاد حتى لحد النهارده بتساعدني برضه في عيالي وفي دروس وكلام من ده، وهدوم ومدارس، ايدي في ايديها يعني. الله يعزك. الله يعزك يا رب. الله يبارك. والله هي بص طالبه الستر من ربنا، وهي مش هي قاعده القعده بتاعتها دي عشان ما تحوكش لحد، عشان ما تقولش لحد يعني مثلا ايه انا مش لاقي وديني، وفي نفس الوقت بتقول لي انا بجري معاك، طالما انا فيا الروح انا معاك في ظهرك. الله يخليك يا رب. الله يخليك. الله يعزك يا رب. الله يبارك. افطار الحاجه هنا ما بفطرش غير منها الصبح، بسم الله ما شاء الله، اكني باكل في بيتي بالظبط. وست طيبه اللي معاه زي اللي معاهوش، بتراضي الكل، عشان كده ربنا بيكرمها ويبارك لها في عيالها وفي صحتها ما شاء الله. محمد نظيفه وكل حاجه، واكلها الله بسم الله ما شاء الله. يعني انا كم سنه هنا في المنطقه؟ لا اكتر من 35 سنه. كل يوم لازم تدفع من ايد الحاج؟ الحاج محمد ده صراحه اللي معاه اللي ما معهوش بياكل صراحه، يعني كلها خير باذن الله. الله يخليك. وهي ست محترمه وكلها يعني خير باذن الله. اكتر منها كل يوم، ست جدعه جدا فوق ما تتخيلي، حاجتها نظيفه، احنا كل يوم زباين عندها، بنفطر عندها على طول، مستمرين كل يوم، والزباين هنا بتبقى كتير، انت حضرتك مسك من الجامعه متاخره، وهي اصلا بتشطب، لكن بتيجي الصبح تلاقي الدنيا واقفه عليها ناس كتير جدا. ليه بقى؟ لان نظافتها وحاجتها صبحه وما بتغليش، حتى الاسعار بتغلى وبتاع، هي مستمره على اسعارها زي ما هي.
والله الحاجه دي بركتنا، والحاجه دي يعني زي والدتي وربنا يخليها لنا، ودي بركه المنطقه. انا بقالها هنا 3 سنين جارها، بقول لحضرتك دي زي والدتي، ربنا يبارك لنا فيها ويخليها لنا في المنطقه. كنا معاكم من الشرقيه ايمان مهنا، قدمنا ليكم الحاجه ام محمد الست الجدعه لمليون راجل، 45 سنة بتكافح ربة اخواتها ووقفت جنب زوجها وفي تربية اولادها وعلمتهم كلهم تعليم عالي، وكمان لسه لحد النهاردة بتكافح وبتساعد يعني اولادها في تربية احفادهم، وكانت بتقول لنا خلال التصوير ان هي هتفضل تشتغل لاخر يوم في حياتها.